رسميا جوجل بتتجسس علينا وبتسريبات شبه مؤكدة عن موبايل باسم سامسونج جالاكسي اكس، وشركة ون بلس حبت تهزر في بلاك فرايداي اللي فات. يا اهلا وسهلا بيكم في نشرة لاوين. دي نتيجة تصويتكم في نظارة او من غير نظارة. انا يا جماعة مش بلبس نظارة دي كمنظر، انا بلبسها عشان انا عينيا ضعفت من كتر الكمبيوتر. بكل سهولة انا بكون قاعد شغال وبظبط الباك جراوند وعمال ابص في الكاميرا اظبط الفوكس، وقعد امسك الورقة الغريبة دي واشوف هي محمرة ولا مش محمرة عشان الفيديو يكون مظبوط وحاجات كتير. فانا بكون لابس نظارة عشان اقدر احدد فعلا الحاجات دي مظبوطه ولا لا. بعد كده صورت الفيديو وانا لابس النضاره ونسيت اقلعها، فكل الكومنتات ديسلايك عشان انت لابس النضاره. ايه يا جماعه يعني عيب كده يا جماعه، يعني لما يكون صاحبكم كده نظره مش قد كده ولابس نضاره وعشان بيظبط لكم الفيديو عشان يبقى كويس تقولوا له ديسلايك عشان مش عارف ايه. مش انتوا الفانز، عيب ديت. ماشي، خلينا ندخل في النشر على طول بقى. وانت مسافر من بيتك وخارج من بره بوابات القاهره بيجي لك مسج على موبايلك: مرحبا بيك في القريه الذكيه. لما انت بتكون معدي من جنب القريه الذكيه وخارج من بوابات القاهره، الموضوع ده بيحصل بالظبط بس جوجل بتعمل. باختصار في حاجه في جوجل اسمها تيرمز اوف سيرفيس، زي حاجه انت بتوافق عليها لما تستخدم الخدمات جوجل المختلفه. خدمات جوجل دي زي الجيميل، جوجل بلس، اليوتيوب، حاجات انت بتوافق عليها بتدوس اي اكسبت كمان حتى من غير ما انت تقرا. من ضمن بنود العقد في حاجه اسمها ريبورت تو جوجل، اللي هو بيعمل ريبورت لللوكيشن بتاعك، كل المعلومات اللي انت رحتها في حتت معينه يوديها لجوجل عشان جوجل تستفيد بالمعلومات دي بانها تحسن اداء الخدمات اللي بتقدمها. مثلا لما تكون قريب من فرع ماكدونالدز مصر الجديده، فهي تقول لك الفرع ده واخد ريتنج اقل مثلا من محل مش عارف ايه، فما تدخلش ماكدونالدز فادخل محل ايه. بيجي لك شويه حاجات مفيده ليك كشخص. بعض الناس مش بتحب جوجل تتجسس عليها او تاخد منها المعلومات دي، فكل سهوله بتقفل الفيتشر دي ان هي مش عايزه الداتا تروح لجوجل. حتى لو انت قافل الفيتشر ان اللوكيشن بتاعك وكل الحاجات بتاعتك تروح لجوجل، جوجل برضو بتاخد المعلومات غصب عنك بس عن طريق تكنولوجيا مختلفة، مش عن طريق جي بي اس لكن عن طريق التاور اللي انت كونكتد ليه. البرج او التاور ده هو الارسال، هو الشبكة اللي انت مشترك فيها بتكون متوصل بتاور فبتستقبل المعلومات. جوجل بقى بتعرف مكان التاور ده، يعني بتحدد مكانك في خلال نص كيلومتر مربع وبتعرفه، وموبايلك بيبعت اوتوماتيكلي اللوكيشن بتاعك اللي انت كنت فيه على مدار اليوم من غير رايك، حتى لو انت قافل الريبورت لوكيشن او ابعت اللوكيشن بتاع جوجل لجوجل. الموضوع سخن شويه والناس بدات تقول لجوجل ايه الهبل اللي بيحصل ومش عارف ايه، فجوجل قالت لا ده في التيرمز اوف سيرفيس احنا كاتبين اهو، بص البند اهو مكتوب انت اللي وافقت غلطتك. بس بعد كده الموضوع زاد اكتر والناس بدات تشتكي اكتر. في خلال الايام اللي جايه جوجل هتنزل ابديت جديد للجوجل ابلكيشن او للسيرفيسز ابلكيشن الموجود على اندرويد وعلى اي او اس وعلى كل الموبايلات، بانها مش هتاخد اللوكيشن بتاعك لو انت قافله، لكن لو انت مفعله او فاتحه اللوكيشن بتاعك هيتبعت اوتوماتيكلي لجوجل. انا عايز اقول لكم حاجه، بس في كل الحالات جوجل عارفه اللوكيشن بتاعك او مش عارفاه، في كلتا الحالتين انت في الاخر انت كشخص المستفيد، عشان زي ما قلت لكم في الاخر الموضوع بيعود عليك بفايده. لو انت جنب فرع محل اكل او محل هدوم او كده يبعت لك ريكومنديشنز، بيقول لك معلومات مفيده وبيساعدك في القرارات ممكن تفرق معاك في حياتك العمليه. تسريبات عن الاس 9 والاس 9 بلس اللي هيتم اصدارهم في يناير اللي جاي في مؤتمر كونسيومر الكترونيك شو CES 2018. متوقع الاس 9 هيجي بنفس كل حاجه بتاعت الاس 8 لكن باختلافات طفيفه، منها البروسيسور هيجي بسناب دراجون 845 الجديد بدل 335، 4 جيجا بايت رام. متوقع برضه يكون في سماعات AKG ستيريو سبيكرز، حاجه ممتازه جدا، وبصراحه لان سلسله الاس من سامسونج تعتبر من اسوأ السلاسل اللي فيها سماعات، او عامه موبايلات سامسونج سماعاتها مش حلوه تماما وسماعاتها تحت ممكن تغطيها بكل سهوله. طيب هي دي مش اختلافات كبيره، مش اختلافات اللي اتعودنا عليها من جيل اس للتاني. كلامك صح، لان الاختلافات فعلا الكبيره هتكون في الاس 9 بلس اللي متوقع ان هو يجي ب 6 جيجا بايت رام بدل 4 جيجا بايت رام، هيجي بالكاميرتين في الخلف زي النوت 8 بدل كاميرا واحده في الخلف اللي هتكون موجوده في الاس 9، بالاضافه لكل امكانيات الاس 9 هتكون موجوده برده في الاس 9 بلس. مش متوقع ان هو هيكون في شاشه رهيبه جديده ولا اي حاجه، عشان الشاشه الرهيبه الجديده بقى هتكون في خبر كمان شويه في النشر. طبعا مش هينفع تعدي نشره حلوه كده من غير ما يكون في هاكرز عملوا هاك على شركه، والشركه النهارده اللي اتعمل لها هاك هي شركه اوبر. هاكرز اخترقوا اكتر من 56 مليون حساب اوبر. الحسابات دي في منها في الكريدت كارد جوه الحساب، في معلومات الهوم ادرس والورك ادرس وكل حاجه ادرس بتاعت البني ادمين اللي بيستخدموا اوبر،
اوبر دفعت 100,000 دولار فدية للهاكرز عشان ما يطلعوش معلومات ال 56 مليون يوزر دول اللي بره. ولو انت في مصر كمان ما فيش داعي انك تشيل الكريدت كارد بتاعتك عشان اللي اتعمل لهم هاك معظمهم في دولة اليو كي، وكمان الهاك دي اوريدي حصلت فخلاص الموضوع خلص، فاهمني؟ لو مش هيحصل هاك بعد كده. بس الغريب في الخبر ده ان الهاك اللي حصل ما حصلش على سيرفرات اوبر اللي عند اوبر، حصل على سيرفر اوبر اللي على امازون كلاود سيرفر. امازون بتأجر سيرفراتها لناس تانية كتير، فمن ضمن الناس اللي بتأجر لها كانت اوبر، فالهاك حصل على سيرفرات امازون. سيرفرات امازون دي بتشيل معلومات معظم الابليكيشنز اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. لو هاكرز قدروا يخترقوا سيرفرات اوبر اللي على امازون، دي حاجة مش مطمئنة لبقية الابليكيشنز هيكون انظامها اللي ممكن تخترق هي كمان. شركة تسلا بتاعت العربيات بعد ما اصدرت التسلا رودستر في الفيديو اللي فات النشرة اللي فاتت، بتصدر النهاردة باور بانك على نفس شكل التسلا رودستر. بما ان شركة تسلا دي اصلا شركة عربيات كهربائية، فتوقع بقى الباور بانك ده هيكون شيء كهربائي خرافة. لا خالص، الباور بانك ده سعره 45 دولار لباور بانك سعته 3350 ملي امبير. المختلف بس في الباور بانك ده ان هو فيه سلكين، سلك بيشحن الايفون وسلك بيشحن الاندرويد، هما الاثنين في نفس الباور بانك، يعني ممكن تطلع سلكين كده تحطهم في موبايلين مختلفين. الباور بانك ده موجه بس للناس اللي بتعشق عربيات تسلا وعندها عربيات تسلا، عشان هيكون نفس شكل الديزاين بتاع العربيات ومكتوب عليه تسلا والحاجات دي. لكن كاختيار ليك لو انت واحد عايز تشتري باور بانك ب 45 دولار ممكن تجيب حاجات انضف كتير قوي، وكمان بساعات 20,000 ملي امبير مش مجرد 3350 ملي. شويه كده قلت لكم على الاس 9 والاس 9 بلس، وجي دور بقى السامسونج جالاكسي اكس. في 2015 سامسونج كانت عملت مؤتمر بيعبر عن نظره سامسونج للمستقبل، وفي المؤتمر ده عرضوا شاشات بتتني، شاشات ماليه. بس كان عيب الشاشات دي ان هي شاشه لوحدها. يعني ايه؟ يعني شاشه طالعه من شيء معين بيديها الداتا المعينه دي شاشه لوحدها، يعني مفيش موبايل بيتني، هي مجرد الشاشه هي اللي بتتني. ساعتها نزل بقى شويه حاجات بقى، وسامسونج هتنزل موبايل بيتني السنه دي وكلام وقد كده، وفي الاخر الخبر ده مات تماما، ما سمعناش عنه اي حاجه لغايه النهارده لما سمعنا ان سامسونج عملت سبورت بيج لموديل نمبر بتاع موبايل جديد من نوع. السبورت بيج بتاعت اي موبايل بيكون فيها مثلا درايفرز الموبايل، برامج سامسونج اللي ممكن تنزل على الكمبيوتر عشان تقدر توصل موبايلك بالكمبيوتر وتستمتع بالصور والفيديوهات بتاعتك على الكمبيوتر والى اخره، يعني برامج بتساعدك انك تستخدم موبايلك الجديد بطريقه كويس. اللي حصل ان سامسونج عامله سبورت بيج لموبايل جديد من نوع، موبايل موديل نمبر جديد مش معروف هو ايه. طيب ايه اللي خلانا نستنتج بقى ان هو سامسونج جالاكسي اكس؟ بسبب التسريبات اللي جايه. اولا بنتوقع ديزاين الموبايل هيكون شاشه ثابته، شاشه فيكست مش بتتني، والشاشه الثانيه بتاعه الموبايل بتطلع من جواه وبتكون ماليه. متوقع برده ان احنا نشوف كاميرا زي الفيس اي دي بالظبط بتاع الايفون اكس، لكن هيتسمى هنا لايف فوكس ترو ديبث فرونت كاميرا. كاميرا هتساعد انك تعزلك في الكاميرا الاماميه عن الخلفيه بالظبط زي اللي عملته ايفون في الترو ديبث كاميرا والفرونت كاميرا بتاعتها. لكن اللي هيبقى احسن في كاميرات سامسونج ان الكاميرا هيكون فيها اوتو فوكس كمان، فهتعزلك بطريقه افضل كمان عن الايفون اكس. السامسونج جالاكسي اكس متوقع ان هو يتم اصداره في اوائل سنه 2018 في كوريا الجنوبيه بس، بعد كده لكل العالم بعديها بكام شهر على اخر 2018. انا متحمس جدا للموبايل ده زي ما انا كنت متحمس جدا للايفون اكس. يعني هي الفلوس اللي بقى بتخلص، بس شكلي هشتري السامسونج جالاكسي اكس بصراحه. يعني لو دي فيسبوك ماسنجر دلوقتي بيدعم انك تبعت الصور بصيغه 4K 4096 في 4096، وده يعتبر دبل اللي كان موجود زمان اللي هو كان 2000 في 2000. السيرفرات بتاعت فيسبوك هتاخد نفس الوقت ان هي تبروسس الصوره ال 4K زي ما كانت بتاخد نفس الوقت اللي هي تبروسس الصوره ال 2K، فمش هيكون في اي تاخر في بعت الصوره. ممكن التاخر ده يحصل منك انت كشخص بسبب سرعه الانترنت اللي على موبايلك، لكن الصور هتتبعت بجوده احسن. الابديت ده هيجي ابلكيشن الماسنجر في خلال اسبوع بالكتير لكل الدول دي، ولو انت مش من الدول دي زي حالتنا فتتوقع انها هتجي لك تقريبا في خلال شهر لو انت من بقيه العالم. شركه تويوتا بتاعت العربيات هي مش بتاعت عربيات بس، عشان هي بتصدر الجيل الثالث من الروبوت اللي شبه الانسان، الهيومانويد. الروبوت الجديد هيكون طوله 1.54 متر ووزنه 75 كيلو، هيكون في 22 مفصله شبه قوي مفصلات الجسم الطبيعي، هيكون في مفصله عند الكتف والكوع وحتى الصوابع بمفصلاتها هيكونوا موجودين في الروبوت الجديد، بالاضافه ل 29 قطعه مختلفه من الروبوت بيتركبوا في بعض. الروبوت ده تقدر تتحكم فيه بانك تدخل في مكنه وتلبس ال HTC Vive او اي هيدسيت VR
وتشوف الروبوت بيمسكه وبيعمله. على حسب نظرة تويوتا بتقول الروبوت ده هيكون ليه استخدامات كتيرة في الحياة اليومية بتاعت الناس، خصوصا الناس المحتاجة مساعدة، الناس الكبيرة، بأنها مثلا ممكن تسند عليه، ممكن يجيب لها حاجة معينة من مكان معين، ويساعد في الحياة العملية بتاعت الناس اللي هتكون محتاجة مساعدة. تفكير مستقبلي جدا، وبصراحة تفكير ممتاز جدا من ناحية تويوتا، وانا يعني مبسوط ان في حد لسه بيفكر كده. الخبر ده من احلى الاخبار اللي انا بعشقها، عشان كده دايما بحب اسيبها كده للاخر، وهو من شركة عبقرية اللي اسمها ون بلس. ون بلس من فترة اصدرت الون بلس 5T من حوالي 5 6 ايام اسبوع، وكالعادة في البلاك فرايداي كل الشركات بتنزل تخفيضات، 25% تخفيض، 50% تخفيض، الحق الموبايل ده بيتباع مش عارف بكام، ونط وانزل واطلع وحوش فلوسك ومش عارف ايه. ون بلس عملت حملة اعلانية كبيرة جدا ودفعت عليها كتير جدا، وقالت لك فيها ان الون بلس 5T نازل عليه تخفيض 0.01 دولار، وقالت لك ان منتجاتنا مش محتاجة بلاك فرايداي عشان يكون عليها تخفيض، لان طول السنة منتجاتنا مخفضة. صراحة شركة ون بلس دي يعني اللي ماسك الماركتينج فيها دماغ رهيبة رهيب. دي كانت عشان النهاردة، شكرا لو شفت الفيديو. يا جماعة ما كنت بهزر، بس اول فيديو على موضوع النضارة ولا من غير النضارة والكلام ده، انا بس انا فعلا بلبس النضارة دي عشان انا محتاج البسها، مش عشان بس انا مجرد بعمل حركات والبسها وكده، فمش عايز حد يضايق كنت بهزر معاكم. بس شكرا شفت الفيديو وكملت لغاية اخره، ودي حاجة انا بحبها جدا. وبما انك كملت لغاية اخره فانزل بقى دوس على زر اللايك، زر الديسلايك ده مش زر داونلود، دوس على زر اللايك. ولو انت لسه مشوفتش فيديو بلاك فرايداي اشجعك جدا ان انت تشوفه من خلال الايفون على اليمين او البتاع ده او ديسكربشن الفيديو، شوف الاسهل لك ودوس عليه، واشترك في القناة لو اول مرة تشوفني وبس. شكرا شفت الفيديو مرة تالتة ولا رابعة، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.